السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة لالا غيتا مولاتي. هذا يكون أول فيديو في شهر رمضان الكريم. رمضان مبارك سعيد، دخل عليكم بصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. ما نطولش عليكم، الفيديو ديال اليوم غادي يكون وصفة باش نعتنيو بالبشرة ديالنا. كي كتعرفوا مع الصيام البشرة كتولي باهتة جافة، ما كتبقاش فيها واحد النضارة، كتولي البشرة كتقشر، كتبان لنا البشره ديالنا ولات حالتها. خاصنا نعتنيو بها، ماشي تقرب العيد بيومين ولا 3 ايام عاد نبداو نديرو الوصفات ما غيديروا لنا والو. من دابا ان شاء الله نبداو نعتنيو بالبشره ديالنا بالماسكات على الاقل غير جوج ديال المرات في السيمانه، اولا من الاحسن نهار ايه نهار لا نتبعو ناخذو ماسكات على حسب الاحتياج ديال البشره ديالنا. الماسك ديال اليوم كيصلح لجميع انواع البشره الا البشره الحساسه، اللي شي واحد اللي عنده شي حساسيه من واحد من المكونات اللي انا غنوريه لكم. هاد الماسك كينقي الوجه، كيدير لنا واحد التقشير اللي هو خفيف بزاف، الا تبعناه كيوحد لنا اللون ديال البشره. الا عندنا بقع غادي يخففوا، غيعاون في تضييق ديال المسامات، لان بعض المكونات كيضيقوا المسامات، كينقي المسامات. ولكن قبل نعطيكم واحد النصيحه، قبل ما نستعملوا اي ماسك ضروري كل وجه ديالنا نقي، ماشي نقي هو نغسلو غير بالصابون، نقي يعني نديروا ليه تقشير ونعاد واحد التقشير اللي على حسب المقشرات اللي حنا كنبغيو، يا اما اللي كنشريوهم جاهزين ولا المقشرات اللي كنديروهم في الدار. ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا بلو جيل نيتوايون ديالنا اللي كنديروا، ولا الصابونه ولا الحاجه اللي موالفين كنديروها. وكنديروا واحد المدافي ولا فوطه فيها المدافي، كنديروها على وجهنا مزيان باش كنفتحوا المسامات ولا كنعرضوا وجهنا للبخار، وكنحلوا المسامات مزيان. وداك الساعه عاد كنستعملوا الماسك ديالنا. ومن الاحسن هاد الماسكات نستعملوهم غير بالليل، ونغسلوا وجه ديالنا غير بالماء، ومن موراه نغسلوا وجهنا بالمدافي، ومن بعد بالماء بارد، ونستعملوا ديك الساعه الروتين الليلي اللي كنديروه الصباح، عاد نغسلوا وجهنا بلو جيل نيتوايون ديالنا كيف ما موالفين. ما نطولش عليكم، نقول لكم مكونات ديال هذا الماسك. اول مكون عندي هنايا هذا الورد مطحون، الورد البلدي مطحون ديالنا، معلقه صغيره قد هذه المعلقه، معلقه صغر من هذيك الصغيره، معلقه صغيره ديال الترمس، معلقه صغيره ديال النشا، معلقه صغيره ديال الروز مطحون، معلقه صغيره ديال الحليب بودره، ومعلقه صغيره ديال الكركم مطحون. وعافاكم الكركم كي كنقول لكم ديما ملي كنستعملو ناخذو الخرقوم ديالنا عرق ونطحنوه على يدينا، طحنو العطار قدامنا واخا يكون عطار خوك، خاصك تشوف فيه كيتطحن حيت هما كيديروا فيه بعض الملونات ولا هذا. ممكن انها تعطينا نتيجه عكسيه ولا تعطينا داك اللون صفر اللي ما كيتحيدش. وغادي نخلطو بياغورت مسوس، وممكن نخلطو بحليب سخون، ممكن نخلطو بما ورد. انا كنفضل ياغورت مسوس حيت هو كيدير لنا واحد تقشير خفيف البشره، وحتى باش نستافدو من المكونات ديالو. الورد راه كيساعد على تضييق المسامات وتنقيه البشره، كيعطيها هذيك الجلو اللي كيمشي لنا من البشره، هذيك النضاره اللي كتمشي لنا مع الصيام. وهذا الترمس كيبيض البشره، كيوحد لنا اللون، كيعاون حتى هو على تضييق المسام، كينقي لنا البشره من الاعماق. اللي ما عندوش ترمس يدير يا اما الفول ولا الحمص مطحونين، حتى هما مزيانين. ولا ممكن نستغناو عليه الا ما عندنا حتى شي واحد في هادو. المكونات اللي مهمه هما الورد والكركم والحليب بودره والرز مطحون نشا. البشرات اللي جافه بزاف تقدر تحيدو تستغنى عليه، والبشرات اللي دهنيه الا مختلطه تقدر تخليه. غادي نديرو هاد المكونات كاملين هنايا وغادي نخلطهم بالياغورت، وديك الساعه نرجع لكم. انا درت المكونات الجافه كلهم هنايا كيف كتشوفوا،
ما بغيتش نخويهم قدام الكاميرا باش ما نديرش البزاله. غادي نزيدو الياغورت مسوس بشويه بشويه حتى نحصلو على قوام بحال الكريمه. نخلطو ونرجع لكم حيت بديت كندير البزاله. نخلطو ونرجع لكم. هكا نكون خلطت الماسك ديالي نحصلو على هذا القوام بحال هكا، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عاود عقد بزاف، يكون بحال هكا باش منين ايطاليوه على البشره يلصق. نديروه على بشره شويه فازقه، واحد شويه ماشي فازقه غير واحد شويه فيها الاثار ديال الماء، ونخليو لو ماسك حتى ينشف. بالنسبه للبنات واحد الطريقه اللي بغات تستافد اكثر من الماسك، حسات بوجهها مكرفس بزاف بغات تستافد من اطول مده، منين ينشف الماسك تاخدي واحد الرشاشه قريعه، هذيك اللي فيها الرشاشه اللي كتلك ديك اللي كترش هذيك، كناخذوا هذيك القرعه يكون فيها ما ورد ولا ما معدني، ونرشو على الماسك كامل كيعاود يفزك وكيعاود يخدم من الاول. اللي ما بغاش باغي ديك المده راه ما كياخذش بزاف، كياخذ من ربع ساعه حتى لثلث ساعه على حسب البشره واش ناشفه واش ميدمه. ومن بعد ما كدوز ديك المده كنغسل الماسك بماء دافيه، ومن بعد كنعاود بالماء بارد كيف قلت لكم، غير بالماء صافي ما تستعملوش الجيل نيتوايون ولا الصابونه. الا بقى لكم شويه ديال الصفوريه ما تخافوش منها، اللي بغات تحيد هذيك الصفوريه تقدر دير شويه ديال الماء ورد اولا زيت ديال الورد دهن به وجهها وتمسح بالكوتون ديسك كتحيد ديك الصفوريه. ومن الاحسن هذيك الصفوريه خليوها حيت هذيك هي اللي كترجع بالبيوضيه وكتنقي الوجه الغد ليه ملي كتغسلوا وجهكم بلو جيل نيتوايون. على هذا قلت لكم ما ديروش هذه الوصفه بالنهار، استعملوها بالليل باش تنعسوا، فرشوا شي حاجه على المخده ديالكم باش ما توسخش، وخليوها حتى الصباح زوينه بزاف. الصباح ملي كتغسلوا وجهكم قسما بالله كتلقاو واحد كتلقاو الوجه منور زوين، فيه واحد الجلو زوين مع الاستمراريه غادي تلقاو نتائج زوينه على هذا الماسك. والحاجه اللي كنقول لكم اقسم بالله العلي العظيم، انا منين غادي نطفي الكاميرا غادي نمشي نغسل وجهي وندير ليه هاد لي زيتاب اللي قلت لكم وغنايطالي عليه هاد لو ماسك. قسما بالله ما كنحط لكم شي ماسك ولا شي حاجه وانا ما كنستعملهاش وما كنديرهاش على البشره ديالي. البنات اللي ما عندهمش المكونات الاخرين ما تجلسوش بلا ماسك، ممكن ديري دانون مسوس ومعلقه ديال معلقه صغيره ديال الخرقوم، خرقوم راه كاين في اي بيت، وممكن تزيد معاه روز مطحون ولا حليب بودره، حليب بودره كاين في الحانوت، يعني غير ما تاكزوش ديروا هاد لو ماسك راه الاساس فيه هو الكركم. بالنسبه للناس اللي عندهم ليطاش وباغيين يفتحوا وجههم وباغيين هذا، الكركم راه رائع. الا زدتوا المكونات الاخرين راه غادي تستافدوا من الفعاليه ديالهم. دخلوا قلبوا على اي مكون قلت لكم من المكونات، قلبوا على الفوائد ديالو للبشره وغادي تشوفوا شحال مفيدين للبشره. انا غادي نزيد واحد الاضافه هي هذه البودره ديال لا فيتامين سي ديال دي اورديناري، انا غنزيدها حتى الاخر تنبغي ندير الماسك حتى نغسل وجهي باش ما تاوكسيداش. غنزيد واحد شويه بالنسبه للبنات اللي عندهم هذه البودره، اما البنات اللي كيستعملوا هذاك الفوار ديال لا فيتامين سي وكيديروه البشره ديالهم عفاكم البنات ما تبقاوش ديروه، راه كيف ما كيفور عرفتوا ديك التفويره اللي كيدير بحال هكاك كيحفر الجلده ديال الوجه. وكنشوف بزاف ديال الناس كينصحوا به حشومه عليهم صراحه، حيت البشره راه تقدر تبان لك في الاول ولات مزيانه وهذا، ولكن راه بحال كياكلها بحال كياكل البشره، ما تبقاوش تستعملوه راه شي حاجه اللي خارجه للماكله، راه خارجه للماكله ماشي خارجه باش نديروها للبشره ديالنا. احترموا الوجه راه ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، هذيك الماده اللي كتخلي هذاك القرص كيفور هكاك كيبقى يدير ديك التفويره هكاك داك التفاعل ديالو، راه ملي كيديروا على البشره راه كياديها. عفاكم البنات ما تبقاوش تستعملوا هذاك الادويه على وجهكم من برا، راه كيخربوا البشره مع الوقت، كيوليو عندكم مسام واسعه، الوجه كيولي كيبان بحال مجرح، ما كتشوفوش داكشي بالعين مجرده لواحد المده قصيره، ولكن من بعد غادي توليو تشوفوه ملي يبان لكم البشره ديالكم حرشه وما فيها ما يدار، ديك الساعه غادي تندموا. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وما نكونش طولت عليكم. رمضان مبارك سعيد مره اخرى،
وان شاء الله غادي نحاول نبقى نحط لكم فيديوهات ديال العنايه. غادي نحط لكم واحد صابونه او لا صابونيه اللي غادي تستعملوها طوال شهر رمضان، وان شاء الله في العيد يكون عندكم بشره اللي موحده خاليه من البقع ومن كل شيء، واحد الصابونيه اللي زوينه بزاف 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 والنتائج ديالها زوينه، وبحال هذوك الصابونيات اللي كيتباعوا عند التاجرات. كلشي نصوبوها عندنا في الدار، اللي عنده استطاعه يشري علاش لا، وما عندوش الوقت، واللي عنده الوقت وبغى يصوب داكشي على يدو باش يعرف شنو فيه علاش لا. بسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.